يقول أيوة خلاص قلنا لا مانع من ذلك، لكن انتبه أن يكون جزاك الله خير أنك تنسى أو تذهل عن ذلك أو تلبس ملابسك. من لبس الملابس ونسي الحلاقة قال أهل العلم يخلعها ويلبس الإحرام ثم يذهب ويحلق أو يقصر. ومنهم من قال عليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ومنهم من قال لا شيء عليه لقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.